السائلة هم أنس. فضيلة الشيخ تقول لكم: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من نفع الإسلام والمسلمين في هذا البرنامج، وأرجو أن تبينوا لنا الأحق بالحضانة على الترتيب. هذا باب واسع ومذكور في باب الحضانة في كتب الفقه. الأحق بها الأم، إذا لم تتزوج فالأحق بها الأم، ثم أمهاتها قربة فالقربة، ثم أمهات الأب الأقرب فالأقرب، لأنهن أمهات، يعني أم الأب وأم أبي الأب إلى آخره، ثم الأخوات الشقائق والأخوات لأب والأخوات لأم. فالحضانة تكون للنساء لأنهن أشفق على المولود وأدرى بما يحتاج إليه من النظافة ومن التنويم في فراشه ومن إعطائه المتاع قدر حاجته. فالنساء ألطف في هذا وأرق للطفل. وإذا صارت الحضانة إلى رجل كالأب أو الجد فإنه يعهد بها إلى امرأة تشفق على الطفل وتقوم بالحضانة على الوجه المطلوب، فهي للنساء أصالة. وإذا آلت إلى رجل فإنه يعهد بها إلى امرأة فيها كفاية للطفل.